Warum ist diese Modelle einfach für eine Protege nur gehabt, die da sagt, die Leute haben? بسم الله الرقيه ولاء واخلاص مرفوعين السد العلي لله حضره صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله وايده مولاي امير المؤمنين وامير المؤمنين والدين جلاله الملك محمد السادس ايدكم الله بعونه ونصركم بنصره المتين. نعم سيدي اعزكم الله بعد تقديم فروض الطاعه والولاء تشرف قديم الاركان الشريفه رئيس مجلس جماعه الناظور اصاله عن نفسي ونيابه عن كافه السيدات والساده اعضاء المجلس الجماعي وساكنه المدينه بمناسبه افتتاح اشغال الدوره العاديه بشهر فبراير 2020 أن يرفع إلى جانبكم الشريف أسماء آيات الولاء الصادقة في إخلاص المتين ويعبر لكم عن أصدق مشاعر التقدير والامتنان مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجد. إننا يا مولاي نعبر جلالتكم عن تشبثنا الدائم بسدة العالية بالله وعن تأييدنا الراسخ للخطوات التنموية الشاملة الجليلة النابعة من فكركم المتبصر وتخطيطكم المحكم في رسم خطط التنمية وما ترأسكم الجلسة عملكم في تطبيق برنامج مندمج لتدعيم وتمويل مقاولات مدينة أكادير إلا عربونا على هذه الرعاية الشاملة لرعاياكم في كل ربوع الوطن العزيز. آمنين ومتطلعين الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم وفي مستوى التوقعات خير خدمة الساكنة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وابقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي وادام على جلالتكم نعمه النصر والتمكين واطال عمركم وسدد خطاكم وقر عينكم ولعهدكم محبوب صاحب السمو الملك الامير المبجل مولاي الحسن وشدد عضوكم باخيكم المولى رشيد وسائر افراد اسره الملك الشريفه انه سميع مجيب والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وحر بالناظور الخميس 27 فبراير 2020 ختيم الاداب الشريفه نائب رئيس مجلس جامعه الناظور نور الدين السلطان. شكرا للجميع وفاعل الجلسه. مقتضيات الماده 26 من القانون 816 المتعلق بالجامعات فإن المجلس الجماعي ينتخب من بين أعضاء كل لجنة خارج أعضاء المكتب وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائب لها ويجب أن تراعى في الترشيح برئاسة اللجنة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور. في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله باستثناء الرئيس. وطبقا لمادة 53 من القانون الداخلي فإنه لا يجوز لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى أكثر من رئاسة لجنة دائمة واحدة، إضافة إلى أنه بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة تنتهي مهام كاتبه، وبالتالي في المجلس مدعو لانتخاب رئيس اللجنة رئيس اللجان يعني هذه اللجان ونائب لها. النقطة الخامسة انتخاب مندوب جماعة الناظور حاضرة في مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات في الناظور الكبرى. بناء على قرار وزير الداخليه رقم 19 بتاريخ 12 يوليو 2014 بشان احداث مؤسسه التعاون بين جامعات الناظور الكبرى التي تضم في حظيرتها 21 جامعه ويمثل ثلاث مناديب جامعه الناظور اضافه لرئيس الجامعه الذي هو عضو مكتبها ولكون احد مندوبي الجامعه اوفي من منصبه كعضو في مجلسها فان الساده الاعضاء مدعوون الى انتخاب ممثل للجامعه محلا. هنا الاخوان بايكر شكل هذا المنصب لحظيره مجموعه الجامعات. في الطاهر مزدين الوحيد كاين شي واحد اللي بغا يترشح سويت الكفوان سويت سويت بالاجماع ولاء واخلاص مرفوع الى السد العلي لله حضره صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله وايده مولاي امير المؤمنين وامير المؤمنين والدين جلاله الملك محمد السادس ايدكم الله بعونه ونصركم بنصره المتين. نعم سيدي اعزكم الله بعد تقديم فروض الطاعه والولاء تشرف قديم الاركان الشريفه رئيس مجلس جماعه الناظور اصاله عن نفسي ونيابه عن كافه السيدات والساده اعضاء المجلس الجماعي وساكنه المدينه بمناسبه افتتاح اشغال الدوره العاديه بشهر فبراير 2020 أن يرفع إلى جانبكم الشريف أسماء آيات الولاء الصادقة في إخلاص المتين ويعبر لكم عن أصدق مشاعر التقدير والامتنان مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجد.
إننا يا مولاي عبد الجلال مع تشبثنا الدائم بالسدة العالية بالله وعن تأييدنا الراسخ للخطوات التنموية الشاملة الجليلة النابعة من فكركم المتوسط وتخطيطكم المحكم في رسم خطط التنمية وما ترأسكم الجلسة عملكم في خط البرنامج المندمج للتدعيم وتمويل مقاولات مدينة أكادير إلا عربونا على هذه الرعاية الشاملة لرعاياكم في كل ربوع الوطن العزيز آمنين ومتطلعين الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم وفي مستوى التوقعات خير خدمة الساكنة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين وأطال عمركم وسدد خطاكم وقر عينكم ولأهلكم محبوب صاحب السمو الملك الأمير المبجل مولاي الحسن وشدد عضوكم بأخيكم المولى رشيد وسائر أفراد أسر الملك الشريفة إنه سمع المجيب والسلام على المقام العالي بالله ورحمة تعالى وحرر بالناظور الخميس 27 فبراير 2020 ختيم الآداب الشريفة نائب رئيس مجلس جامعة الناظور نور الدين السلطاني. شكرا للجميع وفي عكي جزيلا.